وهكذا هكذا حتى جاءنا في الحديث أن الأنبياء في القيامة يقول من يقول منهم كسيدنا آدم: يا رسول الله محمد أنا أولى بك، أنا أبوك آدم. ويقول عيسى: يا محمد أنا أولى بك، أنا ليس بيني وبينك نبي، ونصرت دينك من بعدك في أمتك. فهم يتسابقون إلى القرب من هذا الجناب الأشرف، قربنا الله إليه وأدخلنا الله في دائرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آية من عند ربي، فقال: إن ربك يقول إن لك الآن 3 دعوات مستجابات فسأل. فقيل: لما الأولى؟ فقلت: اللهم اغفر لأمتي. وقيل: لما الثانية؟ قلت: اللهم اغفر لأمتي. فقيل: لما الثالثة؟ قال: فاختبأت الثالثة شفاعة لأمتي في يوم يلوذ بي فيه الناس حتى آدم وموسى، في إبراهيم حتى إبراهيم وموسى يلوذون بهذا الجناب الأشرف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه.